المنطقة الجنوبية جنوب الوادي ليست آمنة، فالمجازر صباح مساء متعددة، يقتل فيها الأطفال، الصغار، الرضع، كل ما خطر ببالك يقتل، يقتل الحجر، يقتل الشجر. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليست هناك منطقة آمنة في كل قطاع غزة، والجنوب مدمر، الجنوب كل القتل فيه وكل التشييد فيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. الدفاع المدني العافية بركة.